وعندك كمان الايه السبيشيز جراند، وديت بتبقى غده بتبقى مسؤوله عن انتاج سيبم، حتى اسمها سبيشيز سيبم جراند. دي بتبقى ماده، خلينا نقول ان هي ماده اويلي، بتبقى ماده مزيته شويه. والسبيشيز جلاند دي يا شباب بتبقى مرتبطه اكتر بحب الشباب والزيت اللي بيبقى على الوش، واخد بالك، والحاجات دي، تمام كده. ده غير السويت جلاند، السويت جلاند مرتبطه بالعرق، يبقى في في حاجات مدهنينه كده او زيوت، دي حاجه سبيشيز جلاند، وفي حاجات تانية اللي هي بتبقى السويت جلاند. وبالتالي لما نيجي نتكلم هنا على الجلاندات، تقسيمه الجلاندات الموجوده في السكن، الكلاسيفيكيشن اوف ذا اكزوكراين، زي ما قلنا الجلاندات اللي هي بتاعت الاسكين هي اكزوكراين جلاندز، لان هي بتنتج الانتاج بتاعها في قنوات منفصله عن الدم، وهي عباره عن نوعين زي ما قلنا، السبيشيز جلاند، ودي اسمها سبيشيز بتطلع سيبم زيت اويلي، مواد دهنيه. وفي عندنا الثانيه دي اسمها الايه السويت جلاند. وزي ما قلنا السبيشيز جلاند بتبقى دايما الماده بتاعتها اويلي، وبتبقى ليبيد، وبتبقى سيبم، بينما السويت جلاند بتبقى ووتري شويه، ميه شويه، لان هي عرق زي ما قلنا، ووتري ايه، ووتري سوليوشن. طبعا لما نيجي نشوف الانواع بتاعه السبيشيز جلاندس والسويت جلاندس، ويمكن ده كلام ادفانسد شويه، لكن السبيشيز جلاندس عامه التيبيكال سبيشيز جلاندس، او اللي هي اللي احنا عارفينها دايما، هي اللي بتبقى سيكريت انتو ذا هير فوليكل، او اللي بتبقى دايما مرتبطه بالايه بالشعر، واللي بتطلع اللوبريكانت ماتيريال بتاعتها. وخلي بالك هي بتلعب دور الكالوبريكيشن، تزييت وكده، وكمان ليها دور عشان كده بتطلع زيت، وكمان ليها دور انتي بكتيريال، يعني برضو ليها دور ايه يعني واخد بالك، ضد الايه البكتيريا. خلاص، وزي ما قلنا السبيشيز جلاند تيبيكال هي اللي بتبقى دايما مرتبطه بالايه بالهير فوليكل. خلاص كده. طيب في حاجات تانية بس يعني ما لناش دعوه بيها. برضو عندنا الايه السويت جلاند، برضو في عندنا نوعين من السويت جلاند، لكن الفرق ما بين النوعين انه النوع الايبوكراين ده، الايبوكراين سويت جلاند، مش هقدر احفظ التاني يعني، الايبوكراين سويت جلاند ده اللي بيبقى دايما موجود في مناطق معينه، بيبقى موجود مثلا في الاجزيلا، موجود في منطقه الابط مثلا يعني، وده بيبقى نوع يعني بيعمل ريحه شويه، واخد بالك. في عندنا النوع التاني اللي هو الميروكراين، ده اللي بيبقى سويت جلاند، بتبقى وايد سبريد، يعني بتبقى منتشره في الجسم بالكامل. خلاص كده. طيب يبقى ده موجود في مناطق معينه ليميتد، واخد بالك، موجود في مناطق معينه، انما ده بيبقى وايد سبريد، بيبقى اكثر انتشار. النوع ده بيبقى بيتاثر اكثر بالهرمونز، انما النوع اللي هو المعفن ده، انما النوع ده بيبقى متاثر اكثر بالنيرفس سيستم. والنوع اللي هو الوايد سبريد ده بيلعب، بيبقى يعني ميه شويه، في ميه اكثر شويه، بيبقى في ميه اكتر شويه، بينما السكريشنز او الافرازات اللي هي الوحشه الثانيه دي بتبقى قليله، واخد بالك، لكن بيبقى في ميه اكتر. خلاص كده. وده اللي بيبقى زي ما قلنا منتشر في الجسم بالكامل، وده اللي بيلعب دور اساسي ومهم جدا في مساله الثيرمو ريجوليشن، تنظيم درجه حراره الجسم، ومساله الاكزكريشن، التخلص من الايه الميه بقى والعرق والكلام ده. خلاص كده. انما الايبوكراين سويت جلاند اللي هي بتبقى ليميتد في مناطق معينه، بتبقى مش ووتري قوي، بتبقى فيها ثن، وبتبقى بيبقى سميك اكتر، وبيطلع ريحه زي ما قلنا اكتر، وبيبقى مرتبط بالهرمونز اكتر. طيب التقسيمه غالبا مش هتلاقيها برضو ايه مقرره عليك. طيب محمد انت خنقتني، انت نص المنهج مش مقرر عليا، انت عمال بتشرح لي الكلام ده يا شباب. هو مش مقرر عليك في علم الجنرال اناتومي، لكن هو عليك في علوم ثانيه، واخد بالك، فدي دي بيز لعلوم ثانيه، هيساعدك في علوم ثانيه، تمام. وفي الحقيقه في جامعات، يعني في جامعات بتكتب الكلام ده وعادي بتقول، في جامعات لا، واخد بالك. طيب زي ما احنا شايفين هنا، ادي رسمه برضو، ادي طبعا اللي هي الشعرايه، وهنا عندنا ادي السبيشيز جلاندا واللي هي الغده اللي هي زي ما قلنا بتبقى مرتبطه بالايه بالشعر. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الابيدرمس، يعني ايام الكلام بتاع زمان، الكلام الحلو ده، مش عارف اللي دخلنا في الحوارات دي كلها. وهنا عندنا ادي الدرمس، وهنا عندنا السبكيوتينيوس لاير، وطبعا هنا عندنا ابيندج، وعندنا اكسسوري ستراكشر اللي هو الهير فوليكل. طبعا كل ده، طبعا ده الهير شافت، كل ده الهير شافت. خلاص كده، هنا دخلنا ده الهير فوليكل، اخر جزء الهير بالب، الجزء الصغنون خالص اللي داخل فيه بلاد فيزل، ده اسمه الهير بابيلي. عندنا هنا ادي الاريكتور بيلي ماسل، دي اللي قلنا بتوقف الشعر. وهنا عندنا ادي السبيشيز جلاند، دي اللي بتزايد الشعر. طبعا هنا اخر قطاع، وبدا ان هو يجيب لك الايه الايه الغده نفسها. طبعا زي ما احنا شايفين ده تركيب الايه الغده، بتبدا ان هي تطلع الايه السائل بتاعها، ديستشارج اوف سيبم، بتطلع السيبم او اللي هو الزيت بتاعها او الماده الاويلي، وترميها في الايه اليومن. طبعا هو هنا اليومن، لان هو هير ريموفد، هو شايل الايه الشعر. انا الزمني هنا في البيان اليومن ده اللي هو الحته اللي المفروض فيها الايه الشعره، الفراغ اللي بتمشي فيه الايه الشعره. وزي ما احنا شايفين هنا اللي طالع ده اللي هو ديستشارج اوف ايه اوف سيبم، طالع من الايه من الغده نفسها، او من السبيشيز جلاند نفسها. نبدا بقى نخش كمان على الايه السويت جلاندا والغدد العرقيه. زي ما احنا شايفين عندنا في نوعين من السويت جلاند، ونكمل كلامنا.